في تأكيد واضح على استراتيجية سموه المتميزة في رعاية الخيل وتهيئة الأجواء لتحقيق الإنجازات في رياضة الآباء والأجداد، تمكن المهر سموم ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من تحقيق المركز الأول في سباق مضمار هاملتون الشهير في بريطانيا. وتمكن المهر سموم من تحقيق الانتصار المثالي والكبير للسباق المخصص للفئة العمرية 3 سنوات فقط ولمسافة 1000 متر الدرجة الثانية، بعد أن تمكن الفارس جاك ميشيل من قيادة المهر إلى تحقيق المركز الأول وسط متابعة المدرب روجر فيرنر. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن الانتصار الجديد لسباق الخيل البحريني في بريطانيا دليل واضح على الدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية وحرص جلالته على دعمها والارتقاء بها من أجل تحقيق الإنجازات المشرفة للمملكة، علاوة على أن رياضة الفروسية تعتبر رياضة الآباء والأجداد التي يجب المحافظة عليها. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تسير رياضة سباقات الخيل في البحرين بصورة رائعة نحو التطور والنماء وتحقيق الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي أكدته الانتصارات المتتالية للفروسية البحرينية في السباقات المختلفة وخاصة في بريطانيا، والتي شهدت تتويج العديد من الإسطبلات البحرينية في سباقات الخيل، ومن بينها ما حققه المهر سموم من إنجاز رائع في السباق المهم والذي أكد تفوق مملكة البحرين في رياضات الفروسية بصورة عامة وسباقات الخيل على وجه التحديد. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن ما تحقق في بريطانيا من فوز كبير يمثل دافعا كبيرا ويشكل حالة من التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة في المسابقات المقبلة، ولتكون رياضة سباق الخيل البحرينية دائما في المقدمة وتحقق الإنجاز تلو الإنجاز. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور الفارس جاك ميشيل والمدرب روجر فيرنر وحرصهم الموصول على تحقيق هذا الإنجاز الكبير في السباق بفضل القراءة الموفقة للفارس والمدرب للسباق تمكنوا من تحقيق الانتصار.